نرجع انت كابتن بولت. فبنطير. هنرجع تاني سريعا لصديق العزيز نائب رئيس اتحاد كره السله كابتن محمد عبد المطلب. كابتن محمد مساء الخير. مساء الخير عليك وعلى كابتن علي وعلى كل الموجودين في الاستوديو. انا مش عارف مين كل البنات الجمال اللي كسبوا طبعا لعلي ولفريتو ما شاء الله نتيجه كويسه. انا للاسف يعني ما استقبلتهمش في المطار. انا كنت طلعت على السنغال مع منتخب السادات عندنا بطوله افريقيا فرصه بقى اقول له مبروك وما شاء الله عليكم وعايزين نعمل حاجه كويسه ان شاء الله في كاس العالم. احنا بنبارك لاتحاد السله وبنقول له الف مبروك وصولهم لكاس العالم، لكن فعلا شايفين الوضع في المرحله اللي جايه استعداداتهم ايه لكاس العالم يا كابتن محمد؟ بص يا خالد لسه ما اتكلمناش يعني كلامنا فنيه لجنه الانتخابات لسه ما عملناش مع بعض. الفكره ان السنه دي مالي منتخب 19 ولاد عملوا انجاز رهيب ان هم وصلوا لنهائي كاس العالم اول مره في تاريخ الفيفا فريق كره السله ان فريق من افريقيا يوصل لعد دور الثمانيه ويوصل فاينل كاس عالم. فطبعا يعني عمل لنا ايه؟ بيدينا يقول لنا لو اشتغلت صح ممكن تعملوا حاجه، الموضوع مش صعب. وده دي الرساله اللي وصلت لنا كلنا في اتحاد السله وفي افريقيا عموما وبعيده عن اوروبا وامريكا. الاتجاه طبعا ان احنا هنكمل معاهم مع المنتخب. احنا بقى لنا يمكن من السنه اللي فاتت شغالين احنا مكملين معاهم لغايه السنه الجايه ان شاء الله كاس العالم. اكيد هتبقى في تجمعات سريعه قصيره كده طول فتره الدوري المحلي اللي بيلعبوه السنه دي، وبعدين بعد نهايه الدوري اكيد بقى هتبقى التجمعات اللي هي الطويله المغلقه معسكرات الاعداد. اعتقد ان هيبقى عندنا فرص كثيره ان احنا نلعب بطولات وديه بره بما اننا دوله من الدول اللي وصلت كاس عالم، فهتبقى عندنا فرصه من الناس يبقى في طلب ان احنا نشارك في دورات وديه دوليه في اوروبا ممكن. فاعتقد الاعداد او الاحتكاك هيبقى كويس. وانا فعلا مع طبعا التنسيق مع لجنه المنتخبات ابتدينا نشوف الاصدقاء بتوعنا في اوروبا نواياهم ايه من حيث الدورات اللي هيعملوها بحيث ان احنا نبتدي نجهز دلوقتي الجهاز الثاني بقدره عليها. طيب بصراحتك المعهوده كابتن طلبه كان متوقع المنتخب ده يوصل لكاس العالم بصراحه شديده؟ بصراحة لا، كنت حاسس ان هم لسه بعيد شوية. احنا ما عملنا لهمش الاعداد الكافي بمنتهى الامانة. برضه خسرنا لعيبة مهمة جدا يمكن اللعيبة الاساسي الارتكاز قبل البطولة على طول. فكنت حاسس ان يعني طبعا بتمنى وبدعي ان احنا نوصل اكيد، كنت حاسس انها صعبة. فوصولهم للنهائي قبل ماتش انجولا الصبح ان هم يتأهلوا كاس العالم ده طبعا بالنسبة لنا انجاز. احنا بقى لنا منتخب 16 بقى له اربع سنين او خمس سنين ما وصلش كاس العالم، بقى لنا سنتين 2017 2018 او 2018 2019 ما عندناش منتخبات بنات طلعوا في كاس عالم. فطبعا الفرقه دي يعني اللي زي ما بنقول في البايب لاين كده بتدخل لنا لعيبه جديده يبتدوا يكملوا على اللعيبه الموجوده في المنتخب الاول. فانا شخصيا بمنتهى الامانه كنت حاسس ان الموضوع صعب عليهم. لكن البنات خذلوني وخذلوني حاجه حلوه طبعا. طبعا اكيد ان هم وصلوا وناقصين، واعتقد ان لسه في تدعيم للفريق. يعني احنا عندنا برضه عشان نكون هم مع بعض احنا عندنا بعض المراكز اللي محتاجه تدعيم. اكيد علي هاشم عارف الكلام دوت هو ايه اكيد كمان محتاجين تدعيم لبعض المراكز. فمحتاجه اشوف اللي من دلوقتي تجهيز المراكز دي او تجهيز العناصر دي عشان يبقوا موجودين في كاس العالم، لان احنا زي ما بقول لك زي ما قلت الاول خالد مالي رفعت السقف جدا لافريقيا وادتنا الامل ان الموضوع مش مستحيل قريب نتخطى حاجه كده تمام. طيب لازم استغل وجودك في السنغال بقى واستغلك معانا، قول لي اخبار منتخب السيدات ايه واخبار الاقامه وبطوله افريقيا الصعبه جدا لمنتخب سيدات كره السله. بص احنا كان عندنا اختيارين، يا اما نطلع معسكر رياضات خارجي في اوروبا يا اما دوره دوليه وديه في السنغال هنا. اخترنا ان احنا كاتحاد طبعا وعمرو فتحي لجنه الانتخابات وانا كلجنه فنيه اخترنا ان احنا نيجي هنا اول في السنغال لعبنا ثلاث مباريات وديه مع انجولا اللي هي ثالث افريقيا ومع كوت ديفوار اللي هي السابع واحنا الثامن ومع السنغال اول افريقيا. السنغال بيلعب في حته ثانيه يعني مستوى رهيب. خسرنا من انجولا 6 بونت، خسرنا من كوت ديفوار باسكت، خسرنا من السنغال كتير الحقيقه 42 بونت 158. لكن دخلنا في جو البطوله بدري جدا. هاي البنات شافوا ان الموضوع
عامل ازاي ومحتاجه مش بعيده الموضوع مش بعيد لكن محتاج تركيز ومحتاج جهد ومحتاج عرق ومحتاج روح ومحتاج حاجات كتيره. حتى الان احنا قاعدين على استضافه الاتحاد السنغالي، الناس ما اقترتش معانا، الاقامه كويسه جدا. بكره هننقل بقى على فندق ثاني اللي هو فندق فتره البطوله. ماتش السنغال الاخير لعبنا فيه في الصاله الدوليه بتاعه اسمها داكار ارينا اللي بنيها ان بي اي. يمكن احنا كنا نزلنا شويه صور على المواقع بتاعه الاتحاد والتواصل شفتها كده. الصاله حاجه ثانيه خالص الحقيقه، مش في افريقيا اللي بنيها ان بي اي، فالموضوع مختلف. احنا ترتيبنا الثامن افريقيا والخمسين عالميا. احنا التارجت بتاعنا بمنتهى الامانه برضه بمنتهى الصراحه اللي يعني انت متعوده مني طبعا نخش السته عشان نخش تصفيات دوره الالعاب الاولمبيه طوكيو 2020. نوصل يعني نوصل السته وبعدين نبتدي نتكلم احنا ايه مع البنات ثاني. تمام. مش شايف ان الموضوع بعيد، هو صعب بس مش بعيد، مش مستحيل. ويعني اعتقد الجهاز الفني بيكون كابتن ايهاب الالفي متصور السيناريو بتاع الماتشات اللي جايه عامل ازاي. فاحنا هنبتدي يوم 11 مع كوت ديفوار، هنريح 12 نلعب 13 مع السنغال. وبعد السنغال هيتحدد بقى طريقنا واتجاهاتنا، احنا هنمشي ازاي وهنوصل لفين ان شاء الله. كابتن طلبه باذن الله هبارك لك باذن الله. انا بقول لك اهو خلي بالك قرارات الاهلي وشها حلو جدا على ناس كتير جت هنا، فباذن الله نبارك لك وتوصل لدور الاربعه في دور افريقيا. البنات مستنيه العزومه. البنات مستنيه العزومه بيقولوا، خلي بالك كابتن علي هاشم بيقول لك البنات مستنيه العزومه عشان تبقى عارف اهو. ان شاء الله باذن الله. طيب حاضر. ان شاء الله باذن الله يا كابتن طلبه، ان شاء الله باذن الله توصلوا وتحققوا، وباذن الله نستضيفك قريبا وانت راجع بعد السنغال ومحقق اللي انت عايزه، تارجت اتحاد كره السله. كابتن طلبه من شويه شكرا جزيلا ان كنت معانا.